السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هقول لكم على 5 كليات تقريبا هتنزل في كليات قمة، هتنزل في التنسيق المرحلة الثانية بنسبة 100% بإذن الله. تابعوا الفيديو للنهاية. لو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وفعلوا الجرس واختاروا كلمة الكل أو قول، عشان أول ما انزل فيديو جديد ينزل لكم إشعار على طول بيه. طبعا كلكم عارفين ان التنسيق المرحلة الاولى كان المفروض تسجيل رغباته يخلص امبارح، لكن وزارة التربية والتعليم العالي اكدت ان النهاردة اخر يوم مادة الفترة فيه، بقى لحد النهاردة الساعة 7 مساء، وده كويس جدا لاني اكدوا ان في بعض الطلاب كانوا من السرعة او نتيجة عدم التركيز بيدخلوا رقم الجلوس في تسجيل رغباتهم غلط. فلازم يا جماعة ان انتوا تتأكدوا كويس اكتر من مرة ان انتوا مدخلين رقم الجلوس، عشان ما يحصلش اي لخبطة ومثلا تكون مستحق لجامعة معينة تجيلك جامعة تانية خالص. وكمان اللي ما قدرش يسجل الفترة اللي فاتت يقدر عنده فرصة ان هو يسجل لحد النهاردة الساعة 7 بالليل. بس اهم حاجة ان انتوا تراجعوا اكتر من مرة وتكونوا متأكدين من كل البيانات اللي بتسجلوها. كمان نزلت لكم فيديوهات مهمة جدا خاصة بالمنح، يا ريت تشوفوها لان في طلاب كتير جدا ما عندهاش المتفوقين، لكن مش هيقدر ان هو يدخل جامعة خاصة او جامعة اهلية. فالمنح دي كويسة جدا وفرصة لكل الطلاب اللي مجموعهم عالي يقدموا فيها، وان شاء الله هيكون ليهم فرصة كويسة فيها. طيب هنتكلم دلوقتي على ال5 كليات اللي قلنا ان ان شاء الله هتنزل مرحلة تانية. اول كليه هي كليه هندسه. كليه هندسه باذن الله هتنزل مرحله تانية، هيكون تنسيقها 94 او 93.9، بس ليه؟ لان المفروض ان ليها عدد معين، العدد ده هياخدوا منه جزء في المرحله الاولى، فالمرحله التانية هيبقى جزء كبير، فلازم العدد ده يكون موجود. يعني كل كليه بيبقى ليها عدد معين، فكليه هندسه لسه ما اكتملتش، يبقى هتنزل مرحله تانية، بس هتنزل مرحلة تانية لمحافظات معينة. هتيجي مثلا هندسة أسيوط، هندسة أسوان، هندسة منوف. في كتير هيقول طب أنا ايه اللي استفدته، ما كده كده جاية محافظات وأنا مش هروح المحافظة دي. انت سهل ان انت تقدم في المحافظات دي وتكتبها طالما مجموعك وحلمك ان انت تدخل هندسة، وبعد كده تقدم ايه، تقدم حاجة اسمها تقليل اغتراب. تقليل الاغتراب انا عملت فيديو خاص بتقليل الاغتراب في القناة، شوفوه هتفهموا ان تقليل الاغتراب موضوع سهل جدا. انت بعد المرحلة التانية ما بتخلص بتقدم على تقليل الاغتراب، بينقلك على طول لنفس الكلية في المحافظة بتاعتك، فانت بكده مش خسران حاجة وفي نفس الوقت كسبت ان انت دخلت هندسة. طيب تاني كلية ممكن ان تيجي مرحلة تانية كلية اعلام والسن وسياسة واقتصاد. ال3 كليات دول 3 كليات قمة لأدبي، لكن هينزلوا لعلم علوم وعلمي رياضة. طيب في كمان طب بيطري. الطب البيطري ممكن ينزل مرحلة تانية، لكن لو نزل هيبقى بنسبة قليلة جدا، يعني احتمال ضعيف ان هو ينزل او ما ينزلش، وكمان لو نزل هياخد عدد قليل جدا. كمان معانا تمريض وعلوم، وتمريض وعلوم ان شاء الله نازلة مرحلة تانية. يبقى احنا كده قلنا جميع كليات القمة اللي هتنزل مرحلة تانية، عندكم اعلام ألسن سياسة اقتصاد واقتصاد، عندكم طب بيطري وعلوم وهندسة وتمريض. طيب باقي الكليات بقى اللي الناس كتير بتسأل عنها، تجارة وحقوق واداب وكل ده ان شاء الله هتنزل مفيش اي مشكلة منها. تجارة، حقوق، اداب، تربية نوعية، خدمة اجتماعية، يعني في كليات كتير، وكلكم ان شاء الله هتدخلوا كليات مناسبة وكليات كمان يكون ليها اي مستقبل. لو ليكوا اي سؤال او اي استفسار اكتبولي تحت الفيديو في التعليقات الموجودة تحت الفيديو. لو كمان لسه محتارين في الجامعة اكتبولي جايبين كام في المية وشعبة ايه، ادبي ولا علمي ولا علمي علوم او رياضة، وان شاء الله هساعدكم ان انتوا تختاروا الكلية المناسبة. وكمان انتظروا الفيديوهات الجاية هتكون مفيدة وهتعجبكم، والسلام عليكم.